Okay, the fourth grade, unit 2, lesson 3 and 4. Lessons 3 and 4. Fennec fox, ثعلب الفينك. ريم gazelle, غزال الريم. مس 4 4 and 5 مش 3 and 5. and 5. اوكي 4 and 5. كوت فراء حيوان، وكوت برضو بتيجي بمعنى معطف. هورنز يعني قرون. مايس اللي هي جمع كلمة ماوس، ماوس فار، مايس فئران، دي جمعه مايس جمع كلمة ماوس. تعالي هنا كده واكتب لي كلمة ماوس. يبقى ماوس فأر جمعها مايس. ورم دافئ، هيت حرارة، ثيك يعني سميك، ثيك ثيك. ليفز يعني أوراق الشجر. بروتكت يحمي، بروتكتد. نيد نيدد. واي ويد. هير هيرد. لوز لوست. لوك فور معناها يبحث عن. during the day أثناء النهار. protect from يحمي من. walk around معناها يتجول. كلمات النهاردة سهلة جدا، مش تقيلة يعني، الحمد لله. تعالى كده نشوف مع بعض فيديو للفينيك فوكس ونشوف هو عبارة عن ايه أصلا الفينيك فوكس ده، وايه هي المعلومات اللي نقدر نجمعها عنه. Animal Fact File. Fact File اللي هو ايه؟ اللي هو الفايل بتاع الحقائق عن الانيمال ده، عن الحيوان ده. فانا هتكلم كده عن facts، عن حقائق، يبقى هستخدم زمن المضارع الايه؟ افتح المايك ورد. البسيط البسيط، عشان بعبر عن حقائق. بعبر عن ايه؟ حقائق هي علمية. هيكلمني عن الريم جازيل. الريم جازيل، ريم غازيلز لوك فيري بيوتيفول. ليه غزال الريم ده لوك يعني يبدو او شكله بيكون جميل. they live in صحارى ديزرت، بيعيشوا في الصحراء الايه؟ الكبرى. صحارى ديزرت، الصحراء الايه؟ الكبرى. and they walk around looking for grass، بيقعدوا يتجولوا يبحثوا عن العشب. leaves اوراق الشجر and plants والنباتات to eat عشان ياكلوها. They have big ears and long horns. ليهم ودان كبيرة وقرون كبيرة. They have yellow white coats which protect them from the sun. الفرو بتاعهم لونه أصفر مايل للأبيض كده، عارفين اللي هو البيج الفاتح ده؟ إزاي بتحميها من الشمس؟ بتعكس أشعة الشمس. الفرو بتاع الغزال ده بيعكس أشعة الشمس، ما بيمتصهاش. لو الفرو بتاعه غامق ويمتص أشعة الشمس يخليه يبقى سخن طول الوقت، ما يقدرش يعيش في الصحراء. انما عشان هو في الصحراء فلون الفرو بتاعه يلو وايت، اللي هو قلنا اللون الايه، عامل زي البيش كده، اللون الكريمي ده. بعد كده هنا like camels، زي الجمال. they don't need to drink a lot of water، ما بتحتاجش تشرب ميه ايه كتير. ميس، انا شايف الباراجراف ده كبير قوي عليا، يعني لو جه يقول لي اكتب لي باراجراف عن الرايم جازيل هكتبه ازاي؟ تعالى كده نجمع كده. اول حاجه ان هو بيورفول، صح؟ انا هعمل بس شرطه معاك على الحاجات الاساسيه. وليف بيعيش فين؟ في صحارى ديزرت او ان ذا ديزرت، بس هتبقى صح برضو. ايتس ايه؟ بياكل ايه بقى؟ بياكل جراس، جراس بياكل ليفز، وبياكل بلانتس. عنده big ears and big horns، انا كل ده بعلم معاك. و they have yellow white coats. they don't need to drink a lot of water. تعالى بقى نتكلم عنه. تعالى الو لا 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 حيوان هقول بيعيش فين وبياكل ايه وهوصفه، صح كده؟ هكتب اول حاجة هنا ايه؟ ريم جازو. هوصفه الاول ان هو جميل، فهقول لك هنا ايه؟ ريم جازو Dream gazelles are beautiful.
الجملة دي سهلة خالص اكتبها. they live، يا اما تقول لي in Sahara desert او in the desert، الاتنين صح. ايه الصحارة دي؟ صحراء ديزرت، الصحراء الكبرى بتاعت مصر، منطقة في مصر اسمها الصحراء الكبرى. بعد كده انا قلت كده هو بيعيش فين، وصفت الاول ان هو جميل، قلت بيعيش فين، هقول بقى هو بياكل ايه، صح؟ they eat، بياكل ايه يا شباب؟ grass grass leaf and and grass leaf and plants. اهي، مش لازم اقولك هو بيتمشى، عايز تقول هو بيتمشى يا ريت، مش عارف تقولها خلاص. هقول هو عنده ايه بقى، they have big، هيلو الاول big ears، عنده ودان كبير، عشان برضه في الفينك فوكس اقول ان هو عنده big ears and long and long horn. horns. مكتبش ليه horns، horns كده انا كتبتها صح؟ لا ايوه لازم اراجع السبرينج تايم وانا ماشي. طيب عايزه اقول ان عنده فرو لونه مايل للاصفر كده شويه، they have a yellow white coat. they، كله مركز هنا معايا عشان لما اجي لك باراجراف عنه، have a yellow مس، هو احنا هنكتب اللي انت حضرتك بتكتبيه ده؟ انت بتركزي لا معايا عشان لو جالك باراجراف زي ده تكتبيه يا جودي، انما هيجيلك على فكرة، لازم يجيلك باراجراف عن حيوان من الحيوانات. بجد هنا اهو في وحيوانات الصحراء بالذات فرح ازاي اقول فرح زي وايه، لا زي هاب على طول عشان هنا هقول كوتس. محدش يكتب يا شباب، انا بسجل في اي وقت ارجع التسجيل، ركز في الحفظ. they don't need، مش بيحتاجوا ايه، to drink water. a lot، هما بيحتاجوا مية بس مش a lot of water، مبيحتاجوش مية كتير. قول رأيي فيه، I like him ده gazelles. أنا بحب غزال الريم. صعب تكتب حاجة زي كده؟ لا يبقى لما أجي أتكلم عن حيوانات بصفه أول حاجة هو جميل، هو صغير، هو يا أختي كميلة اللي هي كيوت، بيوتيفول كيوت، دينجرس خطير، سترونج قوي، هيوج ضخم. خلاص بعد كده بقول بيعيش فين، بياكل ايه، عنده ايه، عنده ايه اللي هي ايه، they have، they have لو انا هقول جمع، او it has، it has لو انا هتكلم على حاجه مفرد. وفي الاخر بقول رايي فيه، بحبه ما بحبوش، بخاف منه. انا بيقول لي how long is rhine gazelles 20 to 30 سنتيمتر، من 20 ل 30 سنتيمتر، طول القرن بتاعه قد ايه، من 20 ل 30 سنتيمتر، قد المسطره الكبيره كده. How heavy ميس، is، نعم واحنا فاضلين قد ايه؟ خلاص بنخلص يا ملك، مش عايز اسمع الكلمه دي خالص، عشرة. انا وقت ما اخلص هقول خلصت، محدش يسالني فاضل لي قد ايه. شفت How heavy is ream gazelle؟ كم وزن ريم gazelle 20 to 30 كيلوغرام؟ الوزن بتاعه من 20 ل 30 كيلوغرام. How long does it live؟ بيعيش لمدة قد إيه؟ About 40 years. ريم gazelle ده، غزال الريم ده بيعيش 14 سنة. What color is its coat؟ الفرو بتاعه لونه إيه؟ Yellow white.
تعالوا بقى نيجي للحته اللي انا قلت لك عليها. اسمع معايا الفيديو ده بقى عن الفينيك فوكس، وتعالى نجمع المعلومات بتاعته. اوكي يلا. Today, I have a very special guest coming here to attend to me. And I'm so excited for you to meet him. He is the cutest little thing you have ever seen. This possum animal can only be found in Animal Jam Play Wild. Africa and Arabia. Alan. It's in Bath, North Africa. ركزوا على نورث افريكا دي. نورث افريكا يعني ايه؟ ها جيني قولي. وراء صحراء افريقيا. لا هي مش صحراء جنوب افريقيا. جنوب افريقيا يعني. ايه يا شباب، نورث يعني ايه؟ جنوب افريقيا. لا نورث يعني شمال. شمال افريقيا معلش. نورث افريقيا شمال افريقيا. And I found out some super adorable facts about our adorable girls. These foxes are the smallest foxes in the world. They're like the size of a puppy. One thing that isn't small about them though is their ears. A fennec fox's ears can be up to 6 inches long. Their ears are a cool adaptation to a hot environment. Like a natural air conditioner, and they also radiate heat. I've also heard that they have soft, woolly fur that keeps them really warm in the cool desert nights. I'm so excited to feel it. I mean, like, I'm so excited. Ooh, let's see if he's here right now. I'll check my buddy list. He's got really, really big ears. And he's got these really long claws and a really long nose. He's super soft. And he's quite adorable. I mean, like, look at his face. Cute. And he's so light. He's like so light. And he's so cute. Like, ممكن طول ما الفيديو شغال محدش يتكلم، هي بتقول لك ان هو عنده، تعالى كده نوصفه. It has small ولا big ears؟ big ears. طب هو كافينيك فوكس هو small ولا big؟ لا small. small. excellent. طب بص كده على الفور، على الفور بتاعه. It has thick fur. الفرو بتاعه ماله؟ سميك. طب لو هوصفها اقول اتس ايه؟ هو صغير كده وعسوله، هي شايلاه زي القطه، يبقى اتس ايه؟ يا اختي كميله يعني كيوت. اتس كيوت. So a fennec fox is more active at night and they are nocturnal so they can see pretty well in the dark. تقول لك ان هو بيبقى نشط في فتره الليل. الثيك فور ده، الفرو السميك بتاعه ده بيحميه من الليالي اللي هي بيبقى فيها قراصة البرودة بالليل. بالليل في الصحراء بيبقى جو شديد البرودة، يعني ساقع قوي، فالثيك فور ده يخليه يتدفى. طب وودان الطويلة دي تعمل ايه؟ عاملة بالظبط زي التكييف، تخرج الحرارة من جسمه وتخليه يسمع الحشرات والحيوانات الصغيرة علشان ياكلها. يا ترى هو بياكل ايه؟ تعالوا نسمع. Super cute. Hello, guys. These foxes love to live in groups. They can live into they can live up to about 10 individuals in their group. And again, super cute. وبيحب ان هو يكون في مجموعات، يعني مش بلاقيه لوحده، بلاقيه مجموعه مع بعضين. Okay, let's put him down and see if he'll eat any bugs. Fennec foxes are insectivores, which means that they only eat creepy crawly bugs. بياكل insects. So much fun meeting this fox today. For more fun like this, visit animalgym.com and don't forget to وبياكل ال اعتقد المايس الفرين. بس تعالوا برضه هنقرا وهنعرف اكتر هو بياكل ايه. اسمعوا بقى الاغنيه الاخيره دي هتلخصك من الاخر كله.
اسمه مش شغال. نعم يا رجاي، بياكل انسكت وليزرد، بياكل السحالي والحشرات اند مايس والفران. ايه في الصوت عندك مس يا لوجين؟ حاضر. هو ما بيقرفش لما بيجي ياكلهم؟ هو ربنا خلقه كده بياكل الحاجات دي. اسمعوا بقى الأغنية دي عنه. بس أيوة يا مالك. ما هو ما يقدرش ياكل اكل مثلا غير الاكل. ما يقدرش ياكل ايه؟ كل Search حيوان for ping pong on YouTube. ظاهر كده عندكم الشير يا شباب. ظاهر الشير كده عندكم. مش قصدي مش قصدي. اسمع بقى الأغنية دي آخر حاجة خالص، وبعد كده نكتب بقى باراجراف عن الإيه، عن فينيك فوكس. أصلا شفتوا بينج بونج دي بتاعت بيبي شارك؟ اللوجو أصلا بتاع فينيك فوكس. هي شكل كرتون، فاحنا مش عارفين نميزه هو ده شكله ازاي. حلوة الأغنية دي. جميلة. مش غنوا معايا بقى. Our channel and
and be the first to see our newest videos. Click here to subscribe. ايه رايكم في الاغنيه؟ حلوة يعني. جميلة. طيب هكتب باراجراف بقى عن الفينيك فوكس. اول حاجه هوصفه: The phoenix fox is ها لا مش هو فين beautiful. البراجراف؟ انا بقول بس وانا مش فين بكتب دلوقتي، انا البراجراف؟ بقول معاك الباراجراف: The phoenix fox is cute. It lives in ديزرت ديزرت. ماشي. طب انا مش عايزه اقول الديزرت، عايزه اقول ان هو بيعيش في نورث افريكا. In the desert of North Africa. It's smaller than other foxes. هو أصغر من الإيه؟ من الفوكسز الثعلب التانية. العادي. طيب هو عنده إيه؟ It has a thick fur. Long ear. و big ears. It has thick fur و big إيه؟ ears. ها إيه تاني؟ It eats إيه؟ بياكل إيه؟ انسكت يعني انسكت اند سنيك. لا ما بياكلش السنيك. انتوا خدتوا ان هو بياكل السنيك؟ لا انا مش بياكل لا يعني لازم ليزرز. اقول ليزرز السحالي. طب تعالوا نقراها من هنا. اكبر حاجه بيقدر اوكي ياكلها هي اللي جت. مش هقدر استخدم كل المعلومات هنا، احنا خلاص خلصنا نقرا دي بس. The phoenix fox lives in the desert of North Africa. الفينيك فوكس بيعيش في الايه؟ في الصحراء اللي في شمال افريقيا. خلاص؟ It's smaller than other، لو سمحت اقفل المايك. It's smaller than other foxes. هو اصغر بكتير من الثعالب الثانيه. It's 20 سنتيمتر high، طوله 20 سنتي قد المسطره. It weighs around 1 كيلو. الوزن بتاعه كيلو واحد بس، كيلو يعني كيلو الطماطم كده اشيله زي ما بشيل كيلو الطماطم كده. فوكس مدرسة صغيرة أوي مش جدا. كنت فوكس درجة تانية needs ولا حاجة. big ears to hear insects and small animals. بتحتاج الودان الكبيرة دي عشان تسمع الحيوانات الصغيرة والحشرات، وبرضه عشان تطلع على الحرارة. على فكرة هناخدها دلوقتي. The phoenix fox eats ما أنا insects. خدتها مش من ساينس. أيوه the phoenix fox eats insects, lizards and small mice. بتاكل الحشرات والسحالي والايه والفئران الصغيرة. During the day أثناء النهار it's hot in the desert. الجو بيبقى حر في الصحراء، عشان كده هو بينام طول النهار وبيصحى طول الليل. The phoenix fox loses heat from its ears. بيفقد الحرارة بتاعته أو بيطلع الحرارة بتاعته منين؟ من ودانه. At night it's cold. بالليل بيبقى الجو ساقع في الصحراء. The phoenix fox's thick fur keeps it warm. الفرو التقيل بتاع الثعلب الفينك ده بيخليه ايه؟ دافي. خدوا بالكم من حاجة، الصحراء جواها مش زي عندنا، النهار حر قوي وبالليل تلج أو ساقعة جدا. متقلبة جوية يعني. ايوه بالظبط كده. اكتب لي على بيج 75 هوم ورك و76 هوم ورك، ودي جايه لي بطريقه الميل. هحاسب على الميل ده لو ما اتكتبش، اللي مش هبعت لي الواجب هحاسب عليه. 75 و70 ايه؟ 75 و76. والحصه الجايه ان شاء الله همتحن وهسمع كلمات يونت 2. يعني ميس 65 و 76 75 و 76. بس والحصه الجايه ان شاء الله همتحن وهسمع كلمات الوحده الثانيه. اوكي وهناخد جديد، هناخد الدرس الاول ان شاء الله في الوحده الثالثه، وهمتحن وسمع كلمات الوحده الثانيه. اوكي ماشي. يلا 1 2 3 طيروا. باي باي. باي.